إن اجتماعنا السنوي هذا يشكل فضاء للتلاقي قصد تقييم الإنجازات وتدارك العثرات من أجل تكريس الإعلام لخدمة حق المواطن العربي في المعلومة الصحيحة والاحترافية من خلال ما تبثه إذاعاتنا وتلفزيوناتنا من برامج وحصص متنوعة. كما يكرس هذا النشاط سعي الاتحاد الدول العربية للإذاعات لتفعيل الجهود البينية وإعمال استراتيجية إعلامية مشتركة تراعي اهتمامات دولنا وانشغالات شعوبنا وتطلعاتها. ونوه بالقفزة النوعية والكمية التي ما فتأت تسجلها التبادلات بنسق مرتفع، وسواء على الصعيد العربي أو في مستوى تعاوننا مع شبكات اليوروفيزيون والآسيفيزيون والأوروفيزيون. الاتحاد تعاقد مع شركة جديدة من أجل انطلاق منصة صحابية جديدة بدءا من شهر جوان القادم، وهي منصة جد متطورة تسمح للهيئات العربية باستعمال وسائل جد حديثة لتبادل الأخبار وتبادل البرامج ونقل الأحداث الكبرى، ننقل من إطارها الأحداث الكبرى.